وهو مبلغ 5000 جنيه، وإلزام المجلس الأعلى للصحافة أيضا بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية. نعم. هم في هذه الدعوة يتم تخصيص كما يعني يطالب الصحفيين بأن يكون الحد الأدنى للأجور لهم بصفة شخصية هو 5000 جنيه، وبالفعل تم تأجيل هذه القضية اليوم 3 من شهر 5 المقبل للمرافعة ونظر الدعوة مرة أخرى. هذا ما تم اليوم في محكمة. نعم، أحمد أبو الحسن مجلس الدولة، مراسل النيل، شكرا جزيلا لك. شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 145 ضباط احتياط دفعة اللواء أركان حرب محمد عبد الغني المعداوي. وقام الفريق صبحي بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية الذي صدق على منح لهم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية تقديرا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة في الكلية. كما هنأ الفريق أول صدقي صبحي الضباط الجدد بتخرج وانضمامهم إلى صفوف القوات المسلحة كضباط مقاتلين يحملون أمانة الدفاع عن الوطن وحماية شعبه العظيم. أفادت مصادر إعلامية بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمر بإجراء تحقيق حول نشاط جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة بناء على معلومات استخباراتية داخل وخارج البلاد. وأضافت المصادر أنه سيتم مراجعة فلسفة وأنشطة هذه الجماعة وكيف ينبغي أن تكون سياسية أو سياسة الحكومة البريطانية تجاهها. كانت التقارير قد أفادت بأن جماعة الإخوان قد تستخدم لندن كمركز لعملياتها الدولية ومكانا للقاءات الخاصة بقادتها، في حين لم تعطي الحكومة البريطانية تفاصيل أخرى عن هذا الشأن. تم ضبط مخزن للمتفجرات في مدينة مطروح كما أفاد مراسلنا هناك، وللتعرف على تفاصيل أكثر ينضم إلينا المراسل من هناك محمد عبد السيد. محمد، ما التفاصيل المتوفرة لديك بخصوص هذا الخبر؟ تحياتي. يعني صباح اليوم قام المقدم محمد محمود جلال رئيس قسم المفرقعات بإدارة الحماية المدنية بالمرور على إحدى ورش التحميل الخاصة بشركات حفر الأبار، فوجد في مخزن سري داخل هذه الورشة مفرقعات، يعني شحنة كبيرة جدا من المفرقعات التي كان من المفروض أن يتم إعادتها إلى إدارة الحماية المدنية في حالة عدم استخدامها. هذه الكمية الهائلة تتكون من 11 بادئ و115 مفجر و1992 شحنة تفجير، بالإضافة إلى 1695 قدم فتيل. هذه المفرقعات كان المفروض تسليمها إلى الحماية المدنية في حالة عدم استخدامها في فحر الأبار من قبل الشركة. تم تحرير محضر رقم 1461 بتاريخ اليوم، وتم عرض المتورطين في هذه الأمور على النيابة وتم حبسهم صباح اليوم. شكرا لك محمد عبد السيد. وزير، ونبقى معكم ومتابعة لآخر أخبار المال والأعمال والاقتصاد. أخبار الاقتصاد في هذه النشرة مع حنان الخولي، تفضلي حنان. شكرا لكم أمل وريهام. مشاهدينا، أهلا بكم في هذه الوقفة الاقتصادية وأبرز ما فيها. وزير التخطيط يوقع اتفاقية مع الصندوق الكويتي لتمويل إنشاء محطة كهرباء بأسيوط ويدعو لترشيد الطاقة. إلى التفاصيل، حيث أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أكد على ضرورة ترشيد الطاقة، مشيرا إلى وجود خلل في منظومة تسعير الطاقة يذهب بموجبه الدعم لغير مستحقين. تصريحات العربي جاءت عقب توقيعه على اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية، يقدم الصندوق بموجبها قرضا بنحو 106 ملايين دولار أمريكي مساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء قرية الوالدية بمحافظة أسيوط بقدرة 650 ميجاوات.
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقدم لمصر قرضا قيمته 30 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء في قرية الوليدية بمحافظة أسيوط بقدرة 650 ميجاوات. المشروع ده إن شاء الله من المتوقع دخول الخدمة عام 2018 شهر يونيو، وإحنا بنتكلم على تمويل جزء إن شاء الله، بقية الأجزاء بتتمول من بنوك أو مؤسسات تمويل دولية أخرى، وبنأمل إن المشروع ده إن شاء الله هيساهم بشكل إيجابي في إضافة 650 ميجاوات للشبكة الموحدة لدعم الشبكة بحيث نخفف الأعباء على المواطنين إن شاء الله. حضر توقيع الاتفاقية الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي والسيد عبد الوهاب البدر مدير الصندوق، الذي أكد على أن دولة الكويت لا تتوانى عن مساندة مصر. كشكل عام الصندوق الكويتي لديه أولويات، منها مشاريع الاجتماعية، الصحة والتعليم وشابه ذلك، ولذلك نعطيها بعض الأفضليات في شروط الغراض، لكن بالنهاية الأولويات تحدد من قبل الدول المستفيدة. في عدد من أولا الإسراع بتنفيذ المحطات الجاري تنفيذها دلوقتي، الحاجة الثانية ان احنا نبدأ نحضر للمحطات نوفر التمويل اللازم للمحطات اللي هيبدأ العمل فيها خلال السنوات القادمة. احنا مع الصندوق الكويتي الحقيقة عندنا علاقة تعاون ممتدة 50 سنة النهاردة بين مصر والصندوق الكويتي. المشروع يهدف إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. بتوقيع هذه الاتفاقية يكون الصندوق الكويتي قد قدم لمصر منذ عام 1964 وحتى الآن 360 مليون دينار كويتي لدعم مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فتتقدم مصر بخالص الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة لمساندتها للاقتصاد المصري خلال تلك المرحلة المهمة. من مقر وزارة التعاون الدولي، أحمد أبو الحسن، النيل. نفى المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، نفى التصريح المنسوب له في إحدى الصحف بأنه لا أزمة في الكهرباء خلال هذا الصيف. قال وزير البترول إن هناك تحديات تواجه قطاع البترول في توفير احتياجات الوقود لمحطات الكهرباء يتم مواجهتها والعمل على حلها. وأكد الوزير أن قطاع البترول يسعى جاهدا لحل مشكلة توفر الوقود خلال فترة الصيف، وأن تكون في أضيق الحدود من حيث التأثير السلبي على انقطاعات الكهرباء خلال هذا الفصل. إلى البورصة المصرية التي صعد مؤشرها الرئيس بصورة ملموسة، بينما تراجعت باقي المؤشرات بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين. وخلال شهر مارس خسر الرأس مال السوقي 22.3 مليار جنيه، ليبلغ رأس مال السوق نحو 469.5 مليار جنيه، بينما خسر مؤشر السوق الرئيس اي جي اكس 30 3.97% من قيمته. إلى البنك المركزي المصري الذي أعلن عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات خلال 2013-2014 بلغ ملياري دولار مقابل عجز قدره 551.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. أوضح المركزي تراجع حساب المعاملات التجارية ليقتصر على 755.8 مليون دولار مقابل عجز 4.9 مليار دولار، وتحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية لصافي تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليارات دولار مقابل 6.4 مليار دولار. وقد أرجع انخفاض العجز في حساب المعاملات الجارية نتيجة لارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل خلال فترة العرض ليصل إلى نحو 14.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من السنة المالية السابقة. مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا في وقفتنا الاقتصادية، والآن عودة مرة أخرى لمتابعة بانوراما النيل مع ريها مؤمل. إليكم، شكرا لك.
التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة للمرة الثانية بعد لقائهما المطول الليلة الماضية، وذلك في إطار مساعيه لإنقاذ مفاوضات السلام المتعثرة. زيارة كيري للأراضي المحتلة تأتي في أعقاب تفجر نزاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين ممن كان مقرر إطلاق سراحهم، وهو الأمر الذي تصر عليه السلطة الفلسطينية. اقتحم اليوم أكثر من 130 مستوطنا المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وكانت مجموعات من المستوطنين اليهود قد نفذت مساء أمس مسيرة طافت حول بوابات الأقصى احتفاء ببدء شهر إبريل، ووسط دعوات لتقديم قرابين في باحات الأقصى بمناسبة عيد الفصح العبري الذي يحل منتصف الشهر الجاري. أفادت الهيئة العامة للثورة السورية مقتل 99 شخصا برصاص قوات الرئيس السوري بشار الأسد أمس الاثنين في أنحاء متفرقة من البلاد. يأتي ذلك بينما أفاد اتحاد تنسيقيات الثورة السورية استمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضة في بلدة كسب بمحافظة اللاذقية، ما أدى إلى إجبار القوات الحكومية على إيقاف العمل في مطار حميم قرب المدينة. وفي محافظة حلب قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة حيان وقرية تل سوسين، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. كما قصف الطيران الحربي بالقاذفات الثقيلة مناطق في محافظة إدلب، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل. جرحى 30 14. والآن مع أخبار الرياضة في هذه النشرة، يصحبكم في هذه الجولة الرياضية الزميل حسام عاطف. تفضل حسام. شكرا.